بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلوا على حبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأزكى تسليما. وصفتنا لنهار اليوم فلان بذوق الشوكولا في الميكرووند، وصفة بزاف بنينة سهلة وسريعة التحضير. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير ومشاهدة طيبة للجميع. بالنسبة للمقادير نحتاج زوج حبات بيض، ملعقتين سكر، ملعقتين كاكاو، فانيلا، كاس بسكوي مطحون، نص كاس زيت، نص كاس حليب، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات. بالنسبة للمقادير مكتوبين في أول الفيديو. نتمنى عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم. اذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء. نتلاقاو في فيديو جديد عن قريب، مع السلامه.